الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبنائنا الطلاب، طلاب الصف الحادي عشر علمي، اليوم موعدنا مع درس جديد، تاني درس إن شاء الله بإذن الله في الفصل الدراسي الثاني. الدرس بعنوان الصفائح التكتونية، الدرس الثاني بعنوان الصفائح التكتونية. احنا لما اتكلمنا الحصة الماضية اتكلمنا عن العالم ألفريد فيجنر لما افترض وجود قارة أم اسمها بانجايا، قال ان القارة الام دي تفتتت ثم انجرفت، يعني تحركت الى مواضعها الحالية. اليوم درس اليوم بيتكلم عن اسباب حركة بنجايا، اليوم بنضع اسباب لحركة الكتل المنقسمة من بنجايا او بانيجيا القارة الام. العالم هولمز قدم تفسير لسبب انجراف القارات، وذلك نتيجة وجود تيارات الحمل اللي احنا هنتعرف عليها بعد شوية، تيارات الحمل الموجودة في الطبقة العليا من وشاح الأرض المسمى بالأثينو أو بالأثينوسفير. الصفائح التكتونية أو نظرية الصفائح التكتونية، في عالم اسمه توزو ويلسون. توزو ويلسون قال إن القارات تتخللها تصدعات، ومنها استنتج أن الغلاف الصخري للأرض مقسم إلى أجزاء منفصلة. الغلاف الصخري اللي احنا واقفين عليه ده بتاع الأرض مقسم إلى أجزاء منفصلة تطفو فوق الطبقة العليا للوشاح. طبعا احنا عارفين منطقة او طبقة الوشاح تفصل بين القشرة الارضية واللب، لب الارض. طيب ايه نظرية الصفائح التكتونية؟ النظرية دي بتنص على ان القشرة الارضية هي ليست كتلة واحدة متصلة مع بعضها، بل هي عبارة عن مجموعة من الكتل الصخرية المحطمة التي تشبه مجموعة من الصفائح على سطح الكرة. وميزة هذه الصفائح انها متحركة وليست ثابتة. طبعا الصفائح اللي احنا التكتونيه زي ما بيقول العالم توزو ويلسون، الصفائح دي متحركه، الحركه بتاعتها طبعا بطيئه، بتتحرك، كانت بتتحرك في الماضي وما زالت بتتحرك. اذا هذه الكتل بتتحرك حركه بطيئه جدا، قد تصل ممكن الى 1 أو 2 سم في السنه، وليست ايه ثابته. هندخل في الدرس اكتر يا شباب ونفهم موضوع الصفائح التكتونية وإيه علاقته بالقارة الأم بانيجيا. وفقا لهذه النظرية قسمت القشرة الأرضية في وقتنا الحالي إلى 7 صفائح رئيسية وعدد من الصفائح الثانوية الصغيرة جميعها في حركة مستمرة. زي ما احنا شايفين أسماء الصفائح الموجودة عندنا هنا بالمربعات الصفراء أو المستطيلات الصفراء، زي ما احنا شايفين كده يا شباب، دي أسماء الألواح أو الصفيحة، زي ما احنا شايفين كده في الصورة، الألواح أو الصفائح التكتونية أو الصخرية. الصفائح دي والألواح دي طبعا موجودة في حركة مستمرة، كانت بتتحرك في الماضي وما زالت بتتحرك، بس ولكن الحركة دي بطيئة ممكن ما نلاحظهاش لأنها بتكون ممكن 1 سم أو 2 سم في السنة. طيب هنفهم أكتر أسباب حركة الصفائح. الصفائح ليه دي بتتحرك؟ الكتل الصخرية، يعني العالم توزو ويلسون قال ان احنا بنقف على كتل صخرية، الكتل الصخرية دي متحركة. طب ايه اللي بيؤدي لحركة الصفائح؟ عندنا اهم سبب من اسباب حركة الصفائح التكتونية تيارات الحمل. تيارات ايه؟ الحمل، وهي تعتبر المحرك الرئيسي للصفائح او المحرك الرئيسي التي تؤدي الى انفلاق القشرة الارضية وتزحزحها وتقسيمها الى الواح او صفائح تكتونية. طيب التيارات الحمل، ايه المقصود بتيارات الحمل؟ ايه معنى كلمة تيارات ايه الحمل؟ طيب احنا لما نتكلم عن ان في باطن الارض الحرارة بتزيد، كلما اتجهنا في باطن الارض الحرارة ايه بتزيد، هذه الحرارة بتؤدي الى قوة، بتولد قوة حركية. يعني الغازات الصاعدة من باطن الارض او المواد المنصهرة، لما تصعد هذه المواد المنصهرة مع الغازات بتؤدي الى ايه؟ تكوين قوة حركية. طبعا القوة الحركية دي ناتجة عن ايه؟ عن التوزيع الحراري الغير متساوي الموجود في باطن الارض. طيب هذه القوة الحركية، تمام، تؤدي الى هذه القوة الحركية تؤدي الى ان الصفائح دي بتتحرك في اتجاهات مختلفة. الصفائح الصخرية دي لما تصعد اليها الغازات والكتل الصخرية المنصهرة دي هتؤدي إلى تكوين قوة حركية. القوة الحركية دي طبعا ناتجة من التوزيع الحراري غير متساوي في باطن الأرض. هذه القوة الحركية هتؤدي إلى إيه؟ إلى حركة إيه؟ الصفائح في اتجاهات إيه؟ مختلفة.
الحركة دي ممكن تؤدي طبعا إلى تكوين زلازل، تكوين جبال، تكوين براكين، يحدث عنها براكين وهكذا. دي المقصود بها تيارات ايه؟ الحمل. تيارات ايه؟ الحمل. يبقى اهم سبب من اسباب حركة الصفائح او سبب عندي تيارات الحمل. طيب السبب الثاني من اسباب حركة الصفائح البقع الساخنة. البقع الساخنة في المناطق العليا من لب الارض، حيث ان الحرارة متصاعدة من هذه البقع تسبب زي ما احنا شايفين كده في الصورة، تسبب جزء انصهار جزء من القشرة الارضية. شوف هذه البقعة الساخنة دي الصاعدة من طبقة الوشاح مثلا او من لب الارض، تصعد الى اعلى، تؤدي الى ايه؟ انصهار جزء من القشرة المحيطية. هينصهر جزء من القشرة المحيطية، تمام، ومن الجزء العلوي للوشاح، يؤدي الى اندفاع المادة المصهورة وتتكون جزر بركانية زي ما جزر ايه؟ هواي. احنا عارفين ان البراكين لما بتنفجر ولما تبرد البراكين هتؤدي الى تكوين صخور نسميها صخور ناريه. مع انفجار متتالي للبراكين مع السنين الكثيره جدا جدا، تمام، هيؤدي الى تكوين ايه؟ تكوين جزر بركانيه في النهايه ناتجه من مين؟ نتجت من هذه البقع الساخنه زي جزر ايه؟ هاواي. طبعا احنا عاملين جزر هاواي باللون الاصفر ليه؟ لانها مهمه جدا. مثال على البقع الساخنه جزر هاواي. ده سؤال ممكن يجي لك اختياري في الاختبار، ان احد امثله الجزر التي تكونت نتيجه البقعه الساخنه جزر مين؟ هاواي. طيب يبقى اسباب حركه الصفائح عندي تيارات الحمل. تيارات الحمل دي طبعا دي قوه حركيه ناتجه، طبعا تيارات الحمل دي ممكن تكون صاعده او هابطه ناتجه من القوه الحركيه دي، نتجت من ايه؟ من تصاعد الغازات والمواد المنصهره من باطن الارض، تمام، ادت الى تكوين قوه ايه؟ حركيه، او البقعه الساخنه زي ما احنا شايفين في جزر هاواي. طيب كيف تتحرك الصفائح؟ اهم جزء ده في الدرس يا شباب يبدا من هنا، كيف تتحرك الصفائح. انا عندي طبعا اعتمادا على اتجاه الحركه النسبيه بين الصفائح ولطبيعه نشاط تيارات الحمل، فان حركه الصفائح بتنقسم عندي ثلاث اقسام، يا اما حدود تباعديه. طبعا احنا عارفين ان 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 ان, إن, إن الصفيحه بتتحرك ككتله واحده، او اللوح الصخري بيتحول ككتله واحده، تمام، لذلك التفاعل بيتم على الحدود الطوليه للايه؟ او الحدود الطوليه للالواح او الكتل هذه. عندي حدود تباعديه، يعني صفيحتين او حدين بتباعد عن بعض. عندي حدود تقاربيه، يعني صفيحتين او حدين بيتقاربوا من بعض. وعندي حدود تحويليه محافظه، دي لا تباعديه ولا تقاربيه ولكن بتتم ايه؟ على هيئه انزلاق افقي يعني. تمام؟ هنبدا في البدايه بالحدود التباعديه. الحدود التباعديه بيسموها طبعا حدود بناء، لان بتتكون بسببها مظهر تضاريسي جديد، لذلك بيسموها حدود بناء. الاماكن هي الاماكن التي تتوسع فيها القشره الارضيه وتتكون بفعل تيارات الحمل الصاعده وقوى الشد، فتعمل على اضافه مواد جديده للقشره الارضيه مثل البحر الاحمر وخليج السويس، لذلك يسموها بناء لانها بتبني مظهر تضاريسي جديد، فتعمل على اضافه مواد جديده للقشرة الأرضية. يبقى سؤال علل تسمى الحدود التباعدية بالحدود البناءة. الإجابة لأنها تعمل على إضافة مواد جديدة للقشرة الأرضية أو لأنها تكون مظهر تضاريسي جديد. طيب بتنتج بسبب الحدود التباعدية بسبب تيارات الحمل الصاعدة. ننتبه عشان احنا لازم تبقى تعمل في مخك كده مقارنة بين الحدود التباعدية والحدود التقاربية اللي هناخدها بعد شوية. الحدود التباعدية بتنشأ نتيجة تيارات الحمل الصاعدة وقوى الشد. لاحظ صفيحتين بيبعدوا عن بعض فقوة شد، فتعمل على إضافة مواد جديدة مثل مين؟ مثل البحر الأحمر. تجد أن البحر الأحمر يقع بين شبه الجزيرة العربية وبين قارة أفريقيا. تجد أن شبه الجزيرة العربية تبتعد عن قارة أفريقيا، لذلك البحر الأحمر يعتبر مثال على الحدود التباعدية، مثال على الحدود التباعدية مثل البحر الأحمر وخليج السويس. طيب الحدود التقاربية، احنا اتكلمنا الحدود التباعدية من شوية بتنتج نتيجة تيارات الحمل الصاعدة وقوى الشد، اما هنا الحدود التقاربية تقارب صفيحتين من بعضهما البعض بيسموها هدامة. علل ليه تسمى الحدود التقاربية هدامة؟ لانها تؤدي الى ازالة مظهر تضاريسي كان موجود في الطبيعة. اما الثانية كان بيسموها الحدود التباعدية، كان بيسموها حدود البناءة لأنها بتكون مظهر تضاريسي جديد، أما هنا هدامة لأنها بتزيل مظهر تضاريسي قد يكون موجود.
يبقى هنا بتتكون بفعل التيارات الحمل الهابطة، أما الحدود التباعدية كانت تتكون بفعل التيارات الحمل الصاعدة. الحدود التقاربية تتكون نتيجة قوى الضغط. ممكن يحدث مقارنة، ممكن يجي سؤال في الاختبار مقارنة بالحدود التباعدية التقاربية، نقارن بينهم من حيث نوع تيارات الحمل. الحدود التباعدية تيارات حمل صاعدة، الحدود التقاربية تيارات حمل هابطة. القوى المسببة، الحدود التباعدية قوى الشد، الحدود التقاربية قوى الضغط. طبعا مثال عليها جبال الأنديز، ودي هنتكلم عنها بعد شوية في الـ أو هنتكلم عنها في الجزء التالي على طول في أنواع الحدود التقاربية. تمام؟ إذا أنا عندي حدود تباعدية، عندي تاني نوع حدود تقاربية. الحدود التباعدية بيسموها بناءة، الحدود التقاربية بيسموها هدامة. الأولى بناءة ليه؟ لأنها بتكون مظهر تضاريسي جديد. هدامة هنا بأنها بتزيل مظهر تضاريسي قد يكون موجود. الحدود التباعدية بتنتج نتيجة تيارات الحمل الصاعدة، الحدود التقاربية تمام تتصادم فعل الصفائح تحدث بفعل تيارات الحمل الهابطة. هناك الحدود التباعدية تنتج نتيجة قوة الشد، هنا نتيجة قوة الضغط. مثال هناك مثل البحر الأحمر، هنا مثال مثل جبال الأنديز. طيب الحدود التقاربية، عندي ثلاث أنواع من التقارب. لما يتقارب حد محيطي مع حد محيطي ايه اللي بيحصل؟ هينغمس احدهما تحت الاخر. طب وبعدين؟ لما ينغمس احدهما تحت الاخر هينزل عند طبقة الوشاح. طب طبقة الوشاح دي الحرارة فيها مرتفعة، احنا بنتكلم عندما يتقارب حدين محيطيين ايه اللي يتكون، ايه اللي يحدث؟ يعني ممكن يجي لك سؤال في الاختبار، ماذا تتوقع ان يحدث عند تقارب حدين محيطيين؟ لما يتقارب حدين محيطين ايه اللي يحدث؟ هينغمس احدهما تحت الاخر. تمام، زي ما احنا شايفين كده هينغمس احداهما، ادي حد هيتغمس تحت الاخر. طيب هينغمس فين؟ في طبقة الوشاح. طبقة الوشاح دي الحرارة فيها عالية، هيؤدي لانصهار الجزء ده. طب لما ينصهر ايه اللي يحدث؟ هيؤدي لتكوين براكين، تنصهر تتكون البراكين. لما تتكون البراكين ايه اللي يحدث؟ هتبرد البراكين. لما تبرد ايه اللي هيحدث؟ هتتكون جزر من البركانية، هتبدأ تصعد زي جزر اليابان. إذا عند تقارب حدين محيطين ممكن نختصر الموضوع نقول تتكون إيه؟ جزر مثلا أو خدود اليابان. طيب تقارب حدين قاريين، طبعا عشان الحدود القارية الكثافة بتاعتها متساوية، هيؤدي اللي يحدث، هيحدث اصطدام، ما حد مشيش واحدة هتغوص تحت الأخرى، هيؤدي لاصطدام. الاصطدام ده هيؤدي إلى طي والتواء الطبقة العليا، هيتكون بسببها جبال الهيمالايا، ودي جبال التوائية، جبال الهيمالايا. يبقى السؤال ماذا تتوقع أن يحدث عند تقارب حدين قاريين؟ هتقول تتكون جبال الهيمالايا. طيب لما تقارب حدين واحد قاري، أحدهما قاري والآخر محيطي، أو أحدهما محيطي والآخر قاري، إيه اللي يحدث؟ طبعا معروف أن المحيطي أكثر كثافة من الحد القاري، واحنا نعرف ان الجزء الاكثر كثافة هو اللي يغوص في باطن الارض، اذا سيغوص او ينزلق الحد المحيطي اسفل الحد القاري. زي ما احنا شايفين كده هينزلق الحد المحيطي اسفل الحد القاري. لما ينزلق الحد المحيطي اسفل المحيط اسفل الحد القاري هتتكون في النهاية ايضا حاجة بنسميها جبال الانديز. طبعا دي ليها قصة، طبعا ان الحد المحيطي لما انزلق تحت الحد القاري يدخل في طبقة الوشاح فينصهر، فتنصهر هذه الطبقة وتتكون لو تتذكروا في الفصل الدراسي الاول صخور اندزايت اللي اتكلمنا عنها، الصخور النارية دي هتتكون في النهاية كتل دي هتبدأ تصعد لحتى تكون حاجة اسمها جبال الانديز نسبة الى الصخور الانديزية النارية. تمام، اذا انا السؤال ماذا يحدث عند تقارب حدين محيطين؟ تتكون جزر زي جزر اليابان. لما ماذا يحدث عند تقارب حدين قاريين؟ حتتكون جبال الهيمالايا، جبال الاتوائية زي الهيمالايا. ماذا يحدث عند تقارب حدين احدهما محيط والاخر قاري؟ تتكون جبال الانديز. تتكون جبال الانديز ده مثال لتقارب حد محيطي واخر قاري. طيب حدود النوع الثالث من الحدود، احنا خدنا التباعديه والتقاربيه عملنا بينهم مقارنه وده مهمه جدا. حدود الصدوع التحويليه بيسموها المحافظه، طبعا
في هذه الحالة لا تتصادم في يعني لا لن يحدث تقارب ولا تباعد، يعني لا تتصادم في الصفائح ولا تتباعد عن بعض ولا تنزلق، ولكن ايه اللي يحصل؟ يحدث انزلاق افقي زي ما احنا شايفين في الصورة كده، انزلاق افقي بالنسبة لبعضها البعض، ولا يحدث ولا يصاحبها نشاط هدمي ولا ناري. ما هي لو هتتصادم مع بعض هيحدث نشاط هدمي، فهي مش هتتصادم ولا تتباعد، يعني لا هتبعد، لا هي تقاربية ولا هي تباعدية، لذلك لا يصاحبها نشاط هدمي او نشاط ناري، ولكن اغلبها هتكون سبب في تكوين انشطة زلزالية زي مثال عليها خليجي العقبة. الامثلة دي مهمة جدا اللي هي باللون الاصفر، الأمثلة دي مهمة جدا، قد نسأل فيها أسئلة اختيارية، مثال على حدود الصدوع التحويلية بنسميها خليج العقبة، طبعا بيسموها محافظة ليه؟ علل، تسمى الحدود التحويلية بالحدود المحافظة لأنه لا يصاحبها لا نشاط هدمي أو ناري، فقط ممكن تتكون بسببها أو تكون سبب في الأنشطة الزلزالية مثل خليج العقبة. الأمثلة دي مهمة جدا يا شباب، تمام؟ دي أنواع حدود الصفائح، حدود التباعدية، الحدود التقاربية، والحدود التحولية المحافظة. طيب السؤال، الصفائح بتتحرك، خلاص احنا قلنا 1 أو 2 سم في السنة، في المستقبل، ولما نقول في المستقبل يعني بعد آلاف السنين أو بعد ملايين السنين، ايه اللي ممكن يحدث؟ التغيرات المتوقع حدوثها على شكل الأرض مستقبليا بناء على حركة الصفائح التكتونية، ده سؤال مهم جدا ممكن يجي لك في الاختبار، اذكر التغيرات المتوقع حدوثها على شكل الارض مستقبليا بناء على حركه الصفائح التكتونيه. الصفائح دي بتتحرك 1 سم ولا 2 سم في السنه، 1 سم و2 سم ده احنا مش بنشعر بيه في السنه، ولكن بعد سنين كثيره اكيد هيكون لي تغيير في شكل تضاريس الارض. هنشوف التغيرات المتوقعه حدوثها. في البدايه البحر المتوسط ده هيصبح منطقه، يتحول البحر المتوسط الى منطقه قاريه جبليه، يتحول الخليج العربي الى منطقه قاريه جبليه، يتحول البحر الاحمر الى محيط، يحدث اتساع للمحيط الأطلسي، ينكمش المحيط الهادي وتحول إلى منطقة قارية، تنفصل المنطقة الشرقية من قارة أفريقيا زي ما احنا شايفين كده. 6 أشياء متوقع حدوثها في المستقبل بناء على حركة الصفائح التكتونية. طبعا السؤال ده مهم جدا في الاختبار، اذكر التغيرات المتوقع حدوثها على شكل الأرض مستقبليا بناء على حركة الصفائح التكتونية، تحول البحر المتوسط إلى منطقة قارية جبلية، تحول الخليج العربي إلى منطقة قارية جبلية، تحول البحر الأحمر إلى محيط، اتساع المحيط الأطلسي، انكماش المحيط الهادي وتحوله، كل الكلام ده يحدث في المستقبل بنقول، ولما نقول كلمة مستقبل في الجيولوجيا نقصد بها بعد آلاف أو بعد ملايين السنين، انكماش المحيط الهادي وتحوله إلى منطقة قارية، انفصال المنطقة الشرقية من قارة أفريقيا. دي كانت نهاية درس اليوم يا شباب. قبل ما نختم بنأكد على ان ضرورة المقارنة بين الحدود التباعدية والحدود التقاربية والحدود المحافظة، ضرورة معرفة التغيرات المتوقعة حدوثها على شكل الارض مستقبليا بناء على حركة الصفائح التكتونية. ان شاء الله بإذن الله رب العالمين قريبا نتقابل في درس جديد بإذن الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.